قضية المعاشيين بشكل عام، تم زيادة أسعار زيادة المرتبات للعاملين في الدولة 557% تقريبا، بينما ما وصلت الزيادة دي بنفس الدرجة أو بأي درجة من الدرجات، هنتأكد من المعلومة دي فيما يتعلق بالمعاشيين. كذلك تسوية حقوقهم نهاية الخدمة بتاخذ زمن طويل، سنة وسنة ونص، بعضهم بيكون للأسف ما أخذوا حقوقهم. خلونا نعرف نلقي ضوء، لأنه دي من القضايا اللي بتجينا حول استفسارات كثيفة جدا في صفحة البرنامج وعبر الوسائل المختلفة، أسئلة مستمرة، ماذا ستفعل الدولة تجاه المعاشين اللي قدموا زهرة عمرهم وحياتهم في خدمة هذا البلد. معنا الدكتورة سامي عثمان محمد المبارك، مفوضة القطاعين العام والخاص بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. دكتورة سامي مساء الخير. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا بأنك موجودة معنا. القضايا أو قضية المعاشين دي قضية رئيسية ومهمة، كيف حيتم معالجة مشاكلهم مع ارتفاع الدولار وزيادة مرتبات العاملين في الدولة وحتى طبعا في القطاع الخاص، بينما أصحاب المعاشات مبالغهم دي بسيطة ما تمت زيادة لهم والحياة بتطحن يوم بعد يوم؟ تفضلي. في البداية نرحب بقناتنا الأزرق وعبرها بنحيي جميع المعاشين تحت مظلة الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبنقول لهم يعني ربنا يديكم الصحة والعافية، ودائما نحن في دراسات مستمرة في زيادة المعاشات. نعم. طبعا هي زيادة المعاشات تمت في الآونة الأخيرة، يعني زاد زيادة ما بطالة، لكن برضو ما بتواجه كم في المية ومئتين زادت؟ التضخم يعني كانت من 1125 ل 3000، زادت حوالي 2000. دي 200 زادت، سنة كم زادت المنحة دي؟ الزيادة دي كانت في أبريل 2020. نعم. لكن نحن طبعا بنشتغل بالأساليب العلمية والدراسات العلمية، وعندنا خبراء بيدرسوا لنا المعاش وكيفية الزيادة بتاعته. نعم. وحسب الموازنات وحسب أموال الضمان الاجتماعي وقدرة الصندوق المالية، يبغى لكل الحاجات دي حتى تتم الزيادات. طبعا مع الوضع الأخير دكتورة سامية لو تفضلتي، مع الوضع الأخير الدولار بقى ب 455، يعني المعاش ده 9 دولار تقريبا في الشهر، يعني وفي معايير كده يعني واضحه وصريحه ما بتحتاج لدراسات. 3 مليون اللي انت ذكرتيها ما اظن ممكن تعيش زول يومين يعني. وفعلا الزياده يعني الزياده طبعا النظام ذاته ما عنده معايير وعنده حوكمه لاستمراريته، فاذا انا جبت بناء على التضخم الاقتصاد والنائب بيكون في انهيار للنظام. نعم. لازم انا احافظ على القوه بتاعت القدره على الصندوق في استمراريه المعاش، فلازم انا اعمل دراسات واساليب علميه وخبراء يساعدوني في دراسه القدره الماليه للصندوق، فدي كلها بتخضع لها يعني. فنحن طوال في 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 دراسات وفي لازم نحن يعني نخط الصندوق ده في حته انه استمرارية، عندنا أهم شيء استمرارية النظام ولا حتى لا ينهار. في حديث برضو عن خطط لتحسين حياة المعاشين، تمليك وسائل إنتاجية، خصوصا إنه غالبا بيتكلموا إنه هم بيسألوا دائما إنه كان في استقطاعات شهرية بتتم من رواتبهم. بعيدا عن الزيادة في الراتب اللي أنت ذكرت إنه محتاجة لدراسات ولوقت طويل، هل في فرص لمشاريع إنتاجية للمعاشين تساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة؟ إننا طبعا الصندوق بيقوم بمشاريع التمويل الأصغر. نعم. بيتم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عنده قطاعين، القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص. نعم. فعبر مؤسسة اسمها مؤسسة التنمية الاجتماعية في القطاع الحكومي بتقدم كثير من التمويل الأصغر للمعاشين، في انهم بتقدم لهم مشاريع فرديه او مشاريع جماعيه لمجموعه ويستفادوا كثير منها. حسنت وضعهم المالي وقدروا يواجهوا الظروف الاقتصاديه. احنا نتمنى انه حنتابع معاك في الفتره الجايه، نتمنى انه الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات يكون قادر على تلبيه جزء من احتياجات المعاشين في مواجهه الحياه
عبر زيارة المرتبات أو عبر خلق مشاريع إنتاجية تساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة أصبحت غالية جدا. شكرا جزيلا دكتورة سامي عثمان محمد المبارك، مفوضة القطاعين العام والخاص بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. شكرا جزيلا.